يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ جاء في حديث البراء بن عازب في صفة الاحتضار قبل الروح، حديث طويل، وأنها الملائكة إذا قبضت روح الميت يصعدون بها إلى السماء، فنفس المؤمن تفتح لها أبواب السماء ويصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى، ونفس الكافر تغلق دونها أبواب السماء ولا يفتح لها، تطرح في الأرض طرحا لا تفتح لهم أبواب السماء. هذا ما فسر به الحديث هذه الآية، هذه نفس الكافر، نعم، إذا قبضت وصعد بها إلى السماء تغلق دونها فتطرح إلى الأرض طرحا، تذهب إلى سجين أسفل سافلين والعياذ بالله. نعم.